سؤال رقم 7، أوجد المساحة للمنطقة المحددة أو المحصورة بالمعادلة التالية: جذر X زائد جذر Y تساوي 1 and in the face quadrant في الربع الأول. فسخلي أرسم هذه الدالة أو حتى أحدد المنطقة اللي أنا أحتاج أنه أوجد مساحتها. هذه XY المعادلة مالتي، إذا أريد أرتبها يعني حتى تكون عندي معادلة، أكتبها هسه هذه، أقول أنه جذر Y هي تساوي لي 1 ناقص جذر X حتى تصير عندي معادلة، أو أربع طرفي المعادلة يكون عندي Y تساوي لي 1 ناقص جذر X الكل تربيع، تصير معادلة مالتنا بهذا الشكل. فصير عندي Y تساوي 1 ناقص جذر X الكل تربيع. خلي أرسمها. إذا أريد أرسم هسه هذه المنطقة مالتنا، أولا خلي أخذ إذا كان مقدار قيمة الـ X 0 الـ Y 1 هذه النقطة، إذا كان الـ Y 0 X 1 هذه النقطة، فمن أجي أوصل بيناتهم راح يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل. إذن هذه المساحة يعني هذه راح تكون وكأنه قوس بهذا الترتيب، هذه هي المساحة المطلوبة، هذه 1 هذه 1. فهسه من أكامل أقول حدود تكامل مالتي المساحة هي تكاملها من 0 إلى 1 للـ X، من 0 إلى 1 للـ Y. خلي أكاملها على X، راح تكون معادلتي هي من 0 إلى 1، 1 ناقص جذر X هي تمثل مقدار قيمة المعادلة مالتنا الكل تربيع DX، وراح تكون مساوية إلى بعد ما أنه أفتح هذا اللي هو راح يكون تكامل من 0 إلى 1 ل 1 ناقص 2 جذر X زائد X DX. هذه راح تصير عندي هنا X ناقص 2، هذه هي X أس، راح تصير هنا عندنا 3 على 2 X أس 3 على 2 على 3 على 2 زائد X تربيع على 2، وحدود تكامل هي من 0 إلى 1، وبعد ما أعوض بهم راح أحصل على أن الناتج هو 1 على 6 وحدة مساحة. سؤال رقم 8، أوجد المساحة المحصورة ما بين المنحني Y تساوي سين X Y يساوي كوسين X للفترة من X 0 إلى باي على 4. هنا خلي أنتبه على أن هذول الدوال هو دوال قياسية، يعني من أرسم الساين خلي أحدد هذه، خلينا نفترض X تساوي 0، هذه X تساوي باي على 4. بالنسبة للكوساين الرسم العام مالته باعتبار احنا متعودين هالشكل، راح أرسم جزء هنا راح يكون عندي الكوساين بالصفر هو 1، وبعده راح يوصل خلينا نقول بهذا الشكل عند 45، زين اللي قيمته راح تكون هي عبارة عن 1 على جذر 2، عندما تكون الزاوية 45 راح يكون هنا عندي هي جذر 2 على 2 أو 1 على جذر 2. زين بالنسبة للساين نفس الكلام، الساين راح يبدي بهذا النقطة ويصعد إلى أن يوصل لهذه هنا عند 45، الساين راح يكون قيمته نفس الكلام هي 1 على جذر 2، فالمساحة المطلوبة هي هذه، هذه 1. زين هسا إذا أريد أنه أحسب التكامل مالتي، راح يكون هو المساحة مالتنا هي تكامل من 0 إلى باي على 4، أحتاج أحدد منه الأعلى من التوب، هذه هنا أنا عندي الواي توب وهنا أنا هو عبارة عن الواي بوتوم، فبالتالي هو عبارة عن هذا هو كوساين إكس، هذه هو عبارة عن الساين، فراح يكون عندي كوساين إكس ناقص ساين إكس دي إكس وتساوي بعد ما أنه كاملهم راح يكون هذا هو عبارة عن ساين إكس زائد هذه كوساين إكس حدود تكامل من 0 للباي على 4، بعد التعويض راح يكون النتيجة هي عبارة عن جذر 2 ناقص 1. سؤال 9، أو مثال رقم 9، أوجد المساحة المحصورة ما بين المنطقة أو ما بين كيرف Y يساوي ناقص Y تربيع واللاين Y تساوي X زائد 6. إذن هسه أولا هذه رسم الدالة، هذه Y هذه X، هذه رسم Y تساوي X تربيع. طيب إذا كان بالعكس هذه راح يكون رسم هذه X تساوي Y تربيع. إذن أنا شنو عندي؟ ناقص Y تربيع. إذن من أجي أرسم الدالة مالتنا راح يصير ريفلكشن على اليمن بهذا الشكل، هذه راح تكون عندي رسم Y تساوي سالب X تربيع. زين بعد شنو عندي؟ عندي خط مستقيم Y تساوي إن X زائد 6، فباللحظة اللي راح يكون عندي مقدار قيمة الـ X هنا
إذا كان عندي مقدار قيمة الواي تساوي صفر فإكس قيمتها سالب ستة، فأحتاج أن أحدد هنا هذه المنطقة. فمن أجل أرسمهم راح يكون عندي خط مستقيم بهذا الشكل، هذه المساحة اللي أريد أوجدها. إذن أحتاج أحدد هذه النقطة وأحتاج أحدد هذه النقطة. لإيجادهم هنا أنا راح أسوي أساوي المعادلتين. يعني عشان راح أساوي المعادلتين، المعادلة اللي عندنا بالنسبة إلي لإيجاد مقدار قيمة المساحة أقول إنه واي تساوي لي، واي تساوي هذه هي واي، هذه هنا عندي اكس، يعني واي تساوي إذا ناقص رتب المعادلة مالتي راح يكون عندنا أعوض عن قيمة الإكس، واي تساوي قيمة الإكس شن هي؟ ناقص واي تربيع زائد ستة، عوضت عن قيمة الإكس. بالسؤال مطيني قيمة الإكس هي هذه قيمتها. زين، فصارت هسه أحاول أرتب هذه المعادلة، راح يصير عندي واي تربيع زائد واي ناقص ستة تساوي صفر. هذه أما أنه واي ناقص اثنين أو واي زائد ثلاثة تساوي صفر، من هذه المعادلة راح يطلع عندي واي تساوي اثنين أو واي تساوي سالب ثلاثة. فإذا أريد أكامل هسه هنا أحدد هذه النقطة هي سالب ثلاثة وهذه النقطة هي اثنين بالنسبة لمن لحدود الواي. حتى أوجد قيمة الإكس راح أعوض، إذا كان مقدار قيمة الإكس تساوي اثنين فراح يكون عندي هنا مقدار قيمة العفو، إذا كان عندي قيمة الواي تساوي اثنين فأستخرج قيمة شنو؟ الإكس راح تطلع عندي سالب أربعة بالتعويض منها. وإذا كان عندي مقدار قيمة الإكس يساوي سالب ثلاثة فبالتالي قيمة الواي راح تطلع عندي هي راح تكون مساوية إلى ناقص تسعة، فحددت مقدار قيمة الواي. هسه أكامل أقول إذن المساحة مالتنا راح تكون هي عبارة عن تكامل من سالب ثلاثة إلى اثنين اللي يتمثل المعادلة على الواي، إلى المعادلة مالتي لازم أحتاج أحدد من هو عبارة عن اليمين واليسار، فراح يكون عندي هنا ناقص الواي تربيع، هذه باعتبار هذه الدالة مالتنا ناقص الواي تربيع، ناقص اللاين اللي هو الواي ناقص ستة، حدود تكامل راح تكون نسبة لمن؟ إلى الواي دي واي. كامل هذه راح يصير هسه عندي ناقص واي هذه أس ثلاثة على ثلاثة ناقص واي تربيع على اثنين، هذه راح تكون عندي ناقص، طبعا الإشارة الناقص هنا دخل تصير عندي زائد ستة واي. وأكامل بعد ما إنه كامل أعوض بحدود التكامل اللي هي من ناقص ثلاثة إلى اثنين، راح يظهر عندي الناتج هو عبارة عن 125 على 6 وحدات مساحة. زين، السؤال اللي بعده سؤال رقم 10. أوجد المساحة للمنطقة المحصورة ما بين y تساوي x تربيع ناقص x ناقص 6، هذه المعادلة هنا معادلة من درجة ثانية، y يساوي x تربيع ناقص x ناقص 6 and the line y تساوي ناقص 4. هنا أحتاج أنه أحدد رسم الدالة مالتنا. أولا هي معادلة بارابولا معادلة من درجة ثانية، أحتاج أولا أوجد نقاط تقاطع. فهسا أولا سالب 4 تساوي x تربيع ناقص x ناقص 6 حتى أوجد حدود تكامل، أو راح تكون عندي هنا x تربيع ناقص x ناقص 2 تساوي 0، هذه أفتحها أرتبها، يعني راح تكون عندي أما x ناقص 2 أو x زائد 1 تساوي 0، ومن عندها راح يكون أما x يساوي 2 أو x يساوي سالب 1. زين، حددنا هنا قيمة الإكس، أعوضها هنا بمقدار قيمة منه المعادلة، فراح يكون إذا كان قيمة إكس 2 صار عندي 4 ناقص 2 ناقص 6 راح تطلع عندي مقدار قيمة النقطة الأولى هي سالب 4، وإذا كان سالب 1 أعوضها اللي هنا راح يصير عندي سالب 1 تربيع ناقص ناقص 1 ناقص 6 راح تطلع عندي مقدار قيمة الواي سالب 4. زين، أحتاج هسه هنا أنه أحدد من الأعلى حتى أرسم المعادلة مالتنا. هذه الدالة من أجي أرسمها هسه اللي هنا باعتبار هي دالة من الدرجة الثانية ودالة غير قياسية أحتاج أخذ أكثر من نقطة. أولا النقاط مالتنا رسم الدالة هذه راح يكون هو هالشكل، شلون رسمتها؟ أخذت نقاط، النقاط اللي حددناها هذه x سالب 1 وهذه x اللي هي 2، القيم المقابلة إلها اللي هي صارت شنو هنا هي 2 سالب 4 بعد ما عوضت بالدالة، وهذه القيمة اللي هنا اللي هي عبارة عن سالب 1 بسالب 4. زين، بعد هو بالسؤال محدد لي y تساوي سالب 4، y تساوي سالب 4
هي النقطة اللي مرة هنا، هذه واي تساوي سالب 4، فهذه هي المساحة المطلوبة. إذا هنا أريد أوجد مقدار قيمة المساحة، فش راح يكون عندي؟ راح يكون هو عبارة عن تكامل الأعلى منه هو اللاين ناقص المعادلة. فأقول إذن المساحة أي هو عبارة عن تكامل، حدود تكامل راح تكون عندي من سالب 1 إلى 2، من سالب 1 إلى 2 لسالب 4 ناقص اكس تربيع ناقص اكس ناقص المعادلة مالتنا اللي هي 6 6 القوس دي اكس هالشكل. وبعد ما انه هذا افتح القوس وكاملها راح يصير عندي ناقص 4 اكس ناقص هذه راح تكون عندي اكس تكعيب على 3 ناقص اكس تربيع على 2 ناقص 6 اكس، او ارتب المعادلة داخل الكونستانت اللي هنا وارتبها وبعدين انه اوجد التكامل. بعد ما انه اعوض بحدود التكامل اللي هي من سالب الى 1 يطلع عندي الناتج 9 على 2. سؤال رقم 11. سؤال رقم 11، اوجد المساحة للمنطقة المحصورة ما بين y يساوي جذر x و y تساوي x تكعيب. هذول اثنيناتهم دوال قياسية، الرسم مالتهم راح يكون اسهل. بالنسبة لجذر x هي هالشكل، بالنسبة هذول x y، بالنسبة ل y يساوي x تكعيب هي الدالة مالتنا بهذا الشكل. المساحة المحصورة هذه احتاج انه احدد هذه صفر، احتاج هذه فقط اوجد هذه النقطة. هذه النقطة راح تطلع عندي واحد بواحد بعد ما اساويهم، هذه واحد. فهسه من ابدا كامل راح يكون عندي تكامل. طبعا شلون حددناهم؟ حددناهم متساواة، يعني قلنا جذر اكس تساوي لي اكس تكعيب هالشكل، او اكس تساوي بتربيع الطرفين اكس اس 6، او اكس ناقص اكس 6 تساوي صفر، اكس هنا راح يكون عندي 1 ناقص x اس 5 تساوي 0، فاما x تساوي 0 او x يساوي لنا 1، من عند هالشكل حددناهم يعني. زين هسه اكامل اقول اذا المساحه مالتنا اي هي تكامل من 0 الى 1، منو الاعلى منو الاسفل؟ راح يكون هنا عندي الاعلى هو جذر x، فراح يكون عندنا جذر x ناقص معادله x تكعيب دي x، اكاملهم راح يكون هنا عندي هذه x أس 3 على 2 على 3 على 2 ناقص إكس أس 4 على 4، حدود تكامل من 0 ل 1 بعد ما أنه تعوض راح يطلع عندك 5 على 12 وحدة مساحة. سؤال 12، أوجد المساحة المحصورة ما بين المنحنيين 4y زائد 3x يساوي 7 y تساوي لي إكس أس سالب 2. هنا نخلي انتبه شوية على كيفية الحل بالنسبة لنا، والدالتين دوال غير قياسية. المعادلة الأولى حتى أحدد نقاط التقاطع، يعني أولا هذه المعادلة راح أعوض عن قيمة الواي، الواي شو تساوي لي هنا؟ هي اكس سالب 2، أو بمعنى أنه هذه هي 1 على اكس تربيع، يعني 4 على اكس تربيع زائد 3 اكس تساوي 7، أو خلي أرتبها بعد أكثر، راح اضرب المعادله في اكس تربيع راح يصير عندي 4 زائد 3 اكس اس 3 تساوي 7 اكس تربيع، او ارتبها حتى تصير معادله من الدرجه الثانيه 3 اكس تكعيب ناقص 7 اكس تربيع زائد 4 تساوي 0. هسه صارت المعادله اوكي، راح احللها. اما 3 اكس زائد 2 او اكس ناقص 2 تساوي 0 بهذا الشكل. هسه هنا اما اكس يساوي لي 2 او اكس تساوي لنا سالب 2 على 3، هذول القيم راح يكون عندنا بالنسبه يمثلون حدود التقاطع. زين هسه هنا النقاط بعد ما اعوضهم، يعني مثلا اذا عوضت بمقدار قيمه الاكس يساوي لي 2، من اجي ارسم هسه الداله، خلي احدد المنطقه اللي اريد اوجد مساحتها. اولا هنا راح يكون عندي بعد ما انه ارسم المعادله مالتنا الدالة الأولى عندي 4y، هذه 4y تساوي لنا، يعني خلي 4y تساوي 7 ناقص 3x، أو y تساوي لي من هنا خلي أحد هالشكل y قوس y تساوي 1 على 4 7 ناقص 3x، هذه معادلة خط مستقيم، معادلة من الدرجة الأولى معادلة خط مستقيم. ف مرة انه اساوي الاكس بالصفر واطلع قيمة الواي، ومرة اساوي الواي بالصفر واطلع قيمة الاكس، راح ارسمها بهذا الشكل، يصير عندي خط مستقيم بهذا الشكل. زين المعادلة الثانية واي تساوي لي 1 على اكس تربيع،
واحد على اكس تربيع. هذا من اجي ارسمها راح يكون رسمها بهذا الشكل. اخذ نقاط، احتاج احدد هذه النقطه واحتاج احدد هذه النقطه. هذه بالتقاطع راح تطلع عندي النقطه 1 1، وهذه النقطه هي 2 1 على 4. شلون حددناهم؟ بعد ما طلعت النقاط التقاطع اللي هي اكس يساوي لي 2، هذه عوضتها بالداله طلع عندي 1 على 4. وبعد ما طلعت القيمه الثانيه اكس يساوي ناقص 2 على 3 اللي هي هذه، نفس الكلام. زين عوضهم بالداله ومن عندهم انه راح شني اوجد. انتبه هنا على نقطه بالسؤال، هو محدد لي انه فقط اريدك توجد لي بالربع الاول، يعني هذه هنا هي تمثل مقدار قيمه المساحه اللي عندي. فساقول اذا المساحه تكاملها من هذه النقطه اللي هي 1 الى هذه النقطه اللي هي 2، فمن 1 الى 2 لواحد على 4 ل7 باعتبار اللاين هو الاعلى، 7 ناقص 3 اكس ناقص اكس السالب 2 دي اكس. اكامل هذه معادله من يعني تسهل تكاملها بعد ما افتح الاقواس. بعد ما اكامل راح يطلع عندي الناتج هو 1 على 8 وحده مساحه.